السلام عليكم كل متابعين القناة الأعزاء، يا رب تكونوا بخير. أنا عادل ولي ودي قناة شوارع ومعلم اسكندرية. السبت 27 يوليو موجودين على ممشى السادات الجديد أو ممشى 45 الجديد في منطقة مين. على شمال الصورة شواطئ البروفاج وجزيرة الذهب، على اليمين شارع البحر أو شارع كورنيش أو شارع الجيش، شارع الأرمن نهاية منطقة ميامي، ثم 45 بداية منطقة العصافرة. زي ما شايفين بسم الله ما شاء الله أعداد كبيرة جدا جدا، ضيوفنا منورنا للصباح الباكر. ادخلوا على البحر كده، ده شاطئ محمود سعيد اللي على الشمال، رسوم الدخول 25 جنيه للفرد. على اليمين البروفاج، البروفاج كلمة إيطالية معناها الشاطئ الجميل، لهجتنا فيها كلام كتير إيطالي نتكلمه واحنا مش واخدين بالنا ان احنا بنتكلمه إيطالي، ولكن بسبب ان الجاليات الايطاليه كان ليها تواجد كتير جدا في اسكندريه زمان، ففي بعض الكلمات في لهجتنا او في لكنتنا بيتكلموها ايطالي. صيف جميل السنه دي، صيف ملتهب، اعداد كبيره جدا جدا بسبب ان في شواطئ كتيره السنه دي مش مفتوحه، بوابات مفتوحة وبوابات مغلقة، شواطئ مفتوحة وشواطئ مغلقة. ف شاطئ البروفاج عليه ضغط كبير جدا، خصوصا ان شاطئ فريسكا او شاطئ ميامي المشهور جدا للمصيفين مغلق السنة دي بسبب توسعة شارع البحر. فالضغط كله حاليا على البروفاج ومحمود سعيد، العصافرة والمنظرة على استحياء، استلي له رواده، غير كده مفيش. معظم الشواطئ سيدي بشر مغلقة، بعض البوابات مفتوحة، ولكن البلاش في سيدي بشر مساحته حاليا قليلة جدا لا تستوعب كل هذه الأعداد. ده نفق 45 الجديد القادم الى الاسكندرية والخارج من الاسكندرية، شارع 45 امامنا، على الشمال عصافرة بحري، على اليمين ميامي، امامنا العصافرة ابلي تطلع على طريق الدولي الساحلي. بقى باقي المحافظات نقول لك الحمد لله على السلامة، نقول لك مع السلامة، نشوفكم على خير. ترمس كله موجود على الممشى، ترمس، بطاطا، ذرة. الممشى بقى أصبح عبارة عن كافيتيريا، الممشى بقى عبارة عن كافيتيريا. لا أحد ينام في الإسكندرية الآن. أمامنا شواطئ البروفاج، وكده أمامنا شواطئ العصافرة وشواطئ المندرة وجنان المنتزه والمعمورة الشاطئ والمعمورة البلد وطسون أبوية. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله المصيفين بأعداد كبيرة جدا جدا جدا، ضيوفنا منورين اسكندرية. شاطئ البروفاج السنة دي يتحمل المصيف بأكمله بسبب ان معظم الشواطئ بواباتها مغلقة السنة دي بسبب توسعة البحر وانشاء الحواجز والسدادات، فشواطئ البروفاج السنة دي بسم الله ما شاء الله عليها تحمل المصيف. 90% من المصيفين موجودين على شواطئ البروفاج ومحمود سعيد، منطقة ميامي ومنطقة العصافرة.
أعداد كبيرة جدا. شارع البحر تمام، أو شارع الجيش أمامنا طبعا، جاد وفتح الله وشارع ميناء غدير وشارع محمد عوض، شارع أطلس إلى نصر اللي العصافرة المندرة المنتزه. الطراز المعماري الجديد لممشى 45 يشبه الطراز المعماري لكوبري ستالين، شبيه جدا لكوبري ستالين. طبعا رسوم لكل فرد في البروفاج ومحمود سعيد 25 جنيه الفرد. البروفاج معناها الشاطئ الجميل ولكن بالإيطالي.